طلاب وضد الانقلاب تدعو لمحاصرة قسم ثاني مدينة نصر لتمكين الإفراج عن طالبات الأزهر المعتقلات. نشطاء يتداولون مشاهد مروعة لاعتداءات الأمن على طلاب الأزهر خلال مظاهرات اليوم. مظاهرات بعدد من العواصم للتنديد بتعديلات الدستور، ومنصور يشدد عقوبة مخالفات التصويت بالاستفتاء والانتخابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. دعت حركة طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر لمحاصرة قسم مدينة نصر ردا على اعتقال 12 طالبة خلال مظاهرات اليوم. وكانت قوات الأمن قد اعتدت بقنابل الغاز المسيء للدموع على فعاليات مناهضة للانقلاب العسكري لطالبات جامعة الأزهر أمام المدينة الجامعية للطالبات، ما أدى إلى وقوع إصابات من بينهم إصابتين بالخرطوش في الوجه والعين. وتداول نشطاء عبر الإنترنت صورا لاعتداء قوات الأمن على طالبات جامعة الأزهر، وتظهر صور إحدى الطالبات بعد إصابتها ملقاة على الأرض دون إسعافات. ومعنا عبر الهاتف الطالبة ندى، المتحدثة باسم طالبات ضد الانقلاب بجامعة الأزهر. ندى، لو تصفين لنا ما حدث اليوم من اعتداءات على طالبات جامعة الأزهر. أولا متحدثة رسمية باسم حركة طلاب ضد الانقلاب جامعة الأزهر، طلاب تمام، هذا أولا. ثانيا، ما حدث اليوم من اعتداء على طالبات جامعة الأزهر، منظمت اليوم حركة طلاب ضد الانقلاب جامعة الأزهر بفرع البنات مظاهرة. هي كان أول هدفها أنه لا يمكن أن نرضى أو أن نقبل أو أن يستمر هذا الوضع بأن تكون حرائرنا داخل السجون. لا يمكن أن نقبل بهذا الوضع أبدا، ولا يمكن أن نهدأ وإخوتنا داخل السجون. هذا ما أعلناه اليوم صريحة، كما أعلنا أمانة أيضا مخافين لاستفتاء الدم. كان هذين هما السببين اللي خلونا نضعوا التظاهرات إن شاء الله اليوم. بالفعل تمت التظاهرة، وكانت تظاهرة حاشدة رغم أن الوقت وقت امتحانات. معلوم أن عدد الطلاب بيكون قليل في الجامعة، لكن بالفعل كان عدد الطلاب كبير. عدد الطلاب وربما صدعهم بكلمة الحق استفز قوات الأمن، اللي اعتادت بس أن هي لا تسمع، اللي اعتاد أن هم لا يسمعوا إلا ما يرضيهم. فبالفعل بدأت الطالبات تهتف ضد الممارسات الداخلية وضد اعتقال الحرائر داخل السجون. بعدها فوجئنا بقوات الأمن المتمركزة داخل الجامعة. نفيدكم علما أن الجامعة منذ بدء الامتحانات وهي عبارة عن سكنة عسكرية ليست جامعة إطلاقا. في كل ركن من أركان الجامعة نجد الضابط وحوله العساكر ومدرعات جنوب ومدرعات. طيب ندى، ماذا عن الإصابات؟ وهناك معلومات أن هناك إصابات في الوجه والعين بالخرطوش. صحيح. نعم، هو احنا اصلا الان خارجين من احد المستشفيات. بالفعل الاصابات، احدى الاصابات بجوارنا الان اصلا مصابه بالخرطوش، 40 خرطوش في رجليها، فضلا عن حاله ثانيه مصابه بالخرطوش في الوجه، غطى وجهها تماما ورقبتها، حاله ايضا خرطوش في العين افقدها عينها. احدى حالات الخرطوش يغطي الجسم كله. كان اليوم من تابع ضربهم على الطالبات مش بيضرب غاز عشان يفرق، وما كانش بيضرب خرطوش عشان يفرق، هو كان بيصوب الغاز على راس البنت، على ظهر البنت، على دراعها، هو قصد يجيبها فيها، هي مش قصد يفرق ولا قصد يرميها على الارض. ايضا كان الخرطوش مش بيصيب الجميع، كان الخرطوش بيصوب على حد بعينه. الضربه تيجي على الانسان تجيبه كله كده، يبقى كله
كله يتم الخرطوش طب بالفعل. ندى، يعني كيف تقومون بإسعاف هؤلاء المصابين، خاصة هناك فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إحدى الطالبات وهي ملقاة على الأرض دون إسعاف؟ اليوم كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس، كانت الحالات مصابة بالخرطوش وحالات الاختناق، حالات كانت أصلاً بدأ وقف التنفس عندها الطالبة اللي أصيبت بالخرطوش في الوجه والرقبة، كان بالفعل بدأ وقف التنفس عندها، وكنا في حالة كنا منتظرين بالفعل خبر كارثي، لأن بالفعل توقف التنفس، لكن الله سلم يعني في الوقت ده. لكن بس إحنا عايزين نقول إن كنا داخل المدينة الجامعية محاصرين من كل الاتجاهات، ما كانش في حتى منفذ تدخل منه الأدوية، ما كانش في منفذ توصلنا منه أدوية إطلاقاً داخل المدينة الجامعية. في وسط الحالات اللي كانت معانا ما كانش في أي أداة لمساعدتهم، وبيضرب على المدينة من كل الاتجاهات، قنابل غاز وخرطوش، فالجرحى في إيدينا حتى ما كناش قادرين ننجدهم، ما كناش عارفين نعمل إيه. طب يعني فابتدينا نهرب ندى، من داخل البعض المدينة. سيقول ما سبب تصعيد قوات الأمن ضدكم بهذا الشكل اليوم؟ هو اليوم معروف إن فاضل يومين على الاستفتاء، فهم ربما أرادوا ظنا منهم أنهم سيلقنون الطلاب درسا اليوم، لكن لم يعلموا أن الطلاب لا تلهبهم قوة أيا كانت، إن شاء الله نزلنا اليوم وغدا وكل يوم. أرادوا أن يوصلوا رسالة، هذه رسالة مردودة على وجوههم، نحن لن نسكت، لن نصمت، سنظل في انتفاضتنا، سنظل سائرين إن يعني شاء الله ندى، ما عنه. علاقتكم بالاستفتاء؟ ماذا ستفعلون يوم الاستفتاء؟ لا، هي لا يمكن فصل الواقع الطلابي عن الحراك المصري الآن، الطلاب هم من يقودون الحراك المصري الآن، فهو يريد أن يوصل رسالة لأكثر الشرائح نشاطا في المجتمع المصري، الطلاب، إنه قادر على قمعهم وقادر على إصابتهم، وإنه إن أراد أن يقتل فيقتل، لا يمنعه شيء. إحنا بنقول لهم إحنا كنا عارفين إن أنتم معاكم مصاص ومعاكم كل حاجة، وإحنا لا نملك إلا سميتنا، ومع ذلك نزلنا وهننزل كل يوم. إحنا شكرا في شكرا جزيلا. الطالبة ندى المتحدثة باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر. كما اعتدت قوات الأمن على مظاهرة طلابية مناهضة للانقلاب العسكري في محيط جامعة الأزهر. وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين. وكان الطلاب قد رددوا هتافات منددة بعنف الشرطة ضد المظاهرات السلمية، وطالبوا بالإفراج الفوري عن زملائهم المعتقلين. وفي السياق نفسه، فرقت قوات الأمن بقنابل الغاز وطلقات الخرطوش تظاهرة منددة بالانقلاب العسكري بجامعة القاهرة، حيث هتف المحتجون ضد القمع الأمني تجاه المتظاهرين السلميين، وطالبوا بالإفراج عن الطلاب المعتقلين وبعودة الشرعية، ورفعوا لافتات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وفي جامعة عين شمس، أطلقت قوات الشرطة الغاز وطلقات الخرطوش على مظاهرة طلابية انطلقت من الجامعة باتجاه محيط وزارة الدفاع. وأكد شهود عيان إصابة أحد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بطلق نارين في الصدر وفي حالة خطرة. كان المتظاهرون قد اتجهوا نحو شارع الخليفة المأمون مرددين هتافات تندد بالانقلاب العسكري وتدعو لمقاطعة الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية. كما ردد الطلاب هتافات تدعو لإطلاق سراح زملائهم المعتقلين. أفرجت مديرية أمن بورسعيد عن 5 فتيات سبق أن اعتقلتهم قوات الأمن ظهر اليوم بعد مشاركتهن في وقفة رافضة للانقلاب، وذلك أمام كلية الهندسة ببورفؤاد. كان تحالف دعم الشرعية في بورسعيد والتراس ربعوي قد أصدر بيانا شديد اللهجة هدد فيه بالتصعيد ومحاصرة أقسام الشرطة لحين الإفراج عن الفتيات الخمس، وهو ما تم لاحقا. أعلن طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة المنصورة عزمهم الإضراب عن دخول امتحانات منتصف العام، وأعلن الطلاب أنهم لن يتراجعوا عن قرار الإضراب إلا في حالة إلغاء قرار فصل زميلهم. كان عميد الكلية قد قام بفصل الطالب عادل وجدي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة المنصورة لمدة عام كامل لاتهامه بالتظاهر تضامنا مع زملائه المحولين للتحقيق.
ومعنا عبر الهاتف الطالب عادل وجدي، الطالب الفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة المنصورة، والذي صدر قرار من عميد الكلية بفصله لمدة عام كامل. يعني عادل، ما هي ملابسات قرار فصلك من الكلية لمدة عام؟ والله هو اللي حصل ان انا من حوالي شهرين كده كان متأجل بيها تحقيق في الكلية بتهمة كرهت مجموعة من الطلاب والدخول في أرجاء وأفلاك الكلية، واللي تافه الأستاذ دكتور عماد وإدارة الكلية ومؤسسة الدولة والفريق في التحقيق واتهمه بالدفاع. فالمهم اللي حصل ان انا رحت التحقيق واتحقق معايا في الشؤون القانونية وما حصلش أي حاجة من ديت أصلا. أنا لفيت كل التهم دي وأنا ما كنتش موجود في الأيام اللي هما ذكروها، وانتهى الكلام دوت ان انا قعدت شهرين لحد مثلا امبارح ما كانش في اي جديد. من حوالي اسبوع احنا كنا حوالي 25 واحد من حوالين التحقيق، كنت معاهم رقم 25. فمن حوالي اسبوع قالوا ان في 19 واحد اتحول مادة تأديب، انا ما كنتش منهم، يعني انا ما كنتش ما اتحولتش مادة تأديب. ففوجئت امبارح رغم ان انا ما اتحولتش مادة تأديب ان انا تم فصلي لمدة سنة ايه اهم الاتهامات بقرار من رئيس الجامعة. الموجهة اليكم عادل؟ هو الورقة في إيدي بالظبط مكتوب إن الطالب عادل وجدي خرج على مقتضى الواجب الطلابي وذلك بقيادة مجموعة من الطلاب بالدخول إلى فروقات وأثنيات الكلية، وتعالى قسوتين بالإتاف والسب والقصف ضد عميد وإدارة الكلية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة متهمة قائدها العام بالسفاح وكذا كتابة عبارات مسيئة على جدران وسلالم الكلية مما يؤثر على سير العملية التعليمية داخل الكلية. هو ده اللي حصل، وانا نسيت كل التهم ديت في التحقيق وما تحولتش مجلس تأديب. يعني انا لم تتيح لي الفرصه ان انا اقعد مع العميد ولا مع الوكيل، طب واتفصلت امبارح هل ولا تاني. تظلمت من هذا القرار عادل؟ هل ايه؟ تقدمت تظلم بعد هذا القرار؟ اه ما هو اللي حصل ان انا جالي القرار امبارح قومت محامين النهارده وعملت التماس وتظلم في اداره الجامعه وربنا يقدم اللي فيه الخير. بس هي النقطة اللي عايز أركز عليها، في نقطة عايز أركز عليهم، إن أنا ورايا امتحان الأربع الجاي وهم قصدوا إن هم يطلعوا القرار ده امبارح بحيث إن هم يحرموني من الامتحان، لأن أصلا بكرة إجازة في المؤسسة الحكومية وبعده الاستفتاء، فما فيش شغل اللي يوم الخميس وأنا ورايا امتحان الأربع. فكده الامتحان بتاع الأربع هيجي عليا حتى وهخلص الأربع في الأسبوع الجاي، يعني الامتحان بتاع لمدة أسبوع. كده انت عارف نص السنه كلها ضاعت عليا، حوالي 200 درجه راحوا عليا. يعني انا لو هكسب القضيه هكسبها كمان شهرين. وفي نقطه، النقطه الثانيه اللي عايز اكد عليها ان الدفعه بتاعتي باذن الله مش هتسيبني، وفي اضراب هيتم وهم عملوا حشد ليه. يعني ساقتص من العميد الوكيل الكليه ان لم يكن في الدنيا فسوف يكون في الاخره ان شاء الله باذن الله. في محكمة إلهية إن شاء الله هيقفوا قدامي وهيتحاسبوا إن شاء الله على كل كبيرة وعلى كل صغيرة. وعايزين يكون في علمهم برضه، لأن أنا متأكد إن هم بيسمعوا كلامي ده، هم لهم ولاد زينا في الكلية. وأنا ما بخافش في الحق لهم متلاقي. أنا ما بخافش في حد، وعلى فكرة عشان برضه يكون الناس عامة تعرف كل حاجة، أنا مش إخوان وكل القصة إن أنا كنت شايف ظلم وواقف ضده، وفي الآخر إن أنا فصلت من الكلية. وهم لو فاكرين ان المستقبل بتاع اي طالب في ايدهم فهم يعني يكونوا بيحلموا. أشكرك عادل، شكرا جزيلا. الطالب عادل وجدي بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة المنصورة، والذي صدر قرار من عميد الكلية بحرمانه لمدة عام من دخول الامتحانات. انطلقت مسيرة ليلية نظمها رافض الانقلاب العسكري في عدد من المحافظات لدعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء على الدستور. وخرجت مسيرات في القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط، رفع المشاركون فيها شعارات رابع العدوية ورددوا هتافات تدعو المواطنين لمقاطعة ما وصفوه بدستور الدم، كما ردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر. الشباب اللي هناك، الشباب اللي هناك، الشباب اللي هناك يا شباب، الشباب اللي هناك مش هينفع كده. نظم أعضاء في الجالية المصرية في العاصمة الفرنسية باريس، نظموا وقفة أمام السفارة المصرية رفضا للاستفتاء على تعديلات الدستور، ورددوا هتافات مناهضة للانقلاب العسكري.
من يرتدون ثياب العدالة وهي هم المصريين اللي كانوا الفراعنة. وفي مدينة تورينو الإيطالية نظم أعضاء للجالية المصرية وقفة احتجاجية على الاستفتاء، ورفعوا الأعلام المصرية ولافتات تحمل شارات رابعة. وفي العاصمة البريطانية لندن نظم مصريون وقفة أمام السفارة المصرية ورددوا شعارات مناهضة للانقلاب العسكري والاستفتاء على تعديلات الدستور، واصفين إياه بدستور الدم. كما احتشد مصريون في العاصمة السعودية ستوكهولم رفضا للاستفتاء على الدستور، ورددوا شعارات تطالب بعودة الشرعية والقصاص للقتل الذين سقطوا على يد قوات الأمن. هذا وقد تظاهر عدد من أعضاء الجالية المصرية في مدينة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية للتعبير عن رفضهم لمشروع التعديلات الدستورية، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه الحكم العسكري، كما رفعوا شارات رابعة العدوية. ايوه يا اخوانا معانا يا اخوانا، كله سامعنا؟ كله سامع ولا صوت مش واضح؟ ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من ألمانيا رئيس الاتحاد المصري الألماني لدعم الديمقراطية الدكتور علي العوضي. أهلا بك معنا دكتور علي. وإذا سألتك يعني في الساعة 9 اليوم سيتم إغلاق باب التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج، ما هي نسبة التصويت حتى الآن في العاصمة الألمانية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نسبة التصويت للآن حسب ما رصدناها حسب عدد الذين دخلوا السفارة وخرجوا منها باعتبار أنهم مصوتون أو نتوقع أن تكون تقريبيا 650 مشارك إلى الآن من أصل 3375 سجل في قوائم الناخبين، وهذه نسبة يعني ما تقوله انها اقل ما تقوله انها صفعه للنظام العسكري في مصر وسقوط ذريع لهذه المسرحيه الجذريه التي يحاول المصريين ان يروجوا لها. يعني هناك فعاليات نظمتموها للاعلان عن مقاطعه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، هل هذه الفعاليات متواصله حتى الان؟ نعم، ومن يوم تقريبا 6 يناير ونحن في او المؤسسات المنضويه تحت ائتلاف المصري الالماني لدعم الديمقراطيه على مستوى المانيا كلها، اما بمظاهرات او اما بصفات احتجاجيه او اما المسيحيات بالسيارات تجوب انحاء العواصم المدن المختلفه تندد بهذا الدستور بهذا الانقلاب وتوضح للناس ان الامر لابد ان يكون صريحا، موقفنا لابد ان يكون صريحا بالمقاطعه وليس الذهاب حتى ولو لان نقول لا. والحمد لله اعتقد انها اتت ثمارها بفضل الله عز وجل، عدد الحضور كما قلت ضعيف جدا، اقل من حوالي 6% او 7% من نسبه المشاركه التي حدثت العام الماضي على الدستور الشرعي للبلاد اللي هو دستور 2012. ف 140 او 150 من افضل. ولكن ماذا عن الارقام الرسميه دكتور علي التي اعلنتها السفاره في المانيا؟ السفاره المصريه في المانيا كعادتها دائما قبل قيام 25 يناير هو الترويج لاكاذيب وترويج لامور يمليها عليها النظام العسكري، فهم الارقام التي رصدناها اعتقد هي اقرب الى الصحه مما قالوه، وهذا يعني موثق عندنا بالصور وعندنا تصوير لاكثر من لساعات طويله يعني اليوم على مدار الخمسه ايام من يوم 8 ونحن تقريبا مرابطون امام السفاره الى اليوم. واعتقد رايت على الاخبار صوره الوقفه التي تمت عقدها اليوم امام السفاره. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي العوضي رئيس الاتحاد المصري الألماني لدعم الديمقراطية، كنت معنا من ألمانيا. كما ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد فتحي مصري مقيم في إيطاليا ومشارك في فعاليات مدينة تورينو الرافضة للاستفتاء على تعديلات الدستور. أهلا بك معنا أستاذ أحمد، ولو أعطيتنا تفاصيل أكثر حول هذه الفعالية.
السلام عليكم واهلا بكم وعليكم السلام. قناة الجزيرة على الاستضافة وعلى عرضها لهذه الفعاليات المؤثرة في المجتمع الدولي الخارجي وعلى التراب الإيطالي ودعم الإخوان في مصر بالثبات والتوفيق إن شاء الله. بالنسبة لفعالية اليوم في مدينة تورينو كان لها أثر كبير جدا، وكان في أعداد كبيرة جدا في مدينة تورينو، وكان في دعم من بعض المدن الخارجية لضد الانقلاب العسكري ومقاطعة الاستفتاء على الدستور، فكان لها حشود كبيرة جدا في الشارع، وكان من المجتمع الإيطالي نفسه كان متفاعل مع هذه الفعالية، وأن هو كان أغلبية المجتمع الإيطالي كشعب إيطالي ضد الانقلاب ومع الحرية. أستاذ أحمد، ماذا عن الانتماءات السياسية للمشاركين في هذه الفعاليات؟ الانتماءات السياسية في مختلف الانتماءات وخلف ثلاث اتجاهات من ليبراليين وعلمانيين ومسيحيين متفاعلين معنا في هذه الفعاليات ضد الانقلاب، لأنه هدف كل الأنسجة أو كل الطوائف المختلفة في المجتمع هنا على التراب الإيطالي هو السعي إلى الحصول على الحرية، كما نتمنى في إنشاء أو في إيجاد نظام ديمقراطي حقيقي يمثل فعلا الشعب المصري وحرية الشعب المصري، كما نعيش إحنا في أوروبا هنا في الوقت الحالي في حرية في ديمقراطية في عدالة. نتمنى هذا النوع من الحريات ومن الديمقراطيات اللي هي تعيشها المجتمعات الغربية أن تكون عندنا. ماذا عن نسبة التصويت في إيطاليا حتى الآن؟ نسبة التصويت في إيطاليا ضعيفة جدا، لأن أنا حضرت فعاليات التصويت على الدستور 2012 بعهد الدكتور محمد نصر رئيس الشرعي من بلاد في 2012، كان في إقبال غير عادي بالنسبة للجالية الإيطالية المصرية، أما في هذه الأحيان الإقبال ضعيف جدا 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 على التصويت بهذا الدستور. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد فتحي، كنت معنا من إيطاليا. نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في هولندا ندوة تحت عنوان مصر بين دستور الشرعية ودستور الانقلاب، شارك فيها المهندس حاتم عزام عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بتحالف دعم الشرعية الذي طالب في كلمته المصريين بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور وعدم منح الانقلاب أي مشروعية، كما شارك عزت عمار رئيس مؤسسة تضامن لحقوق الإنسان في الندوة التي تخللتها هتافات للمشاركين للتأكيد على مقاطعتهم الاستفتاء على التعديلات الدستورية ورفض حكم العسكر. أنتم في ثورة لا تعبأوا بنا ولا تفكروا فينا، خليكم في جهاتكم. نذكر مصور الجزيرة محمود بدر، محمد بدر وعبد الفتاح الشامي وعبد الله شامي الذين سجنوا لأنهم ينقلون الحقيقة. يا إعلام هاي فودينا، روح اتعلم من الجزيرة، روح اتعلم من الجزيرة. هناك يعني العديد من الشخصيات التي لا نستطيع أن نحصرها، لكن أنا عايز أقول لكم إنه هذا الانقلاب الذي يعتقل بنات مصر ويعتقل زهرات مصر ويعتقل حرائر مصر، عايز أقول لكم على معلومة سريعة، ثلاث بنات يوم الجمعة 27/12 بنت اسمها شروق ناصر عندها 17 سنة اعتقلوها، شروق ناصر في ثالثة ثانوي يا اخوان، هي وهاجر أشرف في تانية كلية تجارة وياسمين حسن في تانية كلية تجارة ومها جمال في ثالثة ثانوي. شايفين الإجرام ده؟ دول تهمتهم ايه؟ بتظاهروا فين؟ في الإسماعيلية. اتضربوا في أول يوم اعتقلوا في السجون.
اتضربوا، انا هقول الاسامي تاني، شروق ناصر في ثالثه ثانوي، وهاجر اشرف في ثانيه كليه تجاره، وياسمين حسن في ثانيه كليه تجاره، ومها جمال في ثالثه ثانوي. اربع بنات في سن الظهور نازلين يعملوا ايه؟ نازلين يقولوا احنا عايزين نعيش بحريه، عايزين مصر تبقى احسن. اعتقلوهم، ضربوهم، وجدد لهم حبس. وطبعا الحبس الاحتياطي دلوقتي بيجدد الى ما لا نهايه، عدلوا هذا الكلام عشان يمددوا الحبس الى ما لا نهايه، 15 يوم على ذمه التحقيق تاني مره، جدد لهم تاني مره في الاسم. في الاسم كان هذا مشاهدينا جانبا من البث الحي والمباشر من الندوه التي عقدت في هولندا تحت عنوان مصر بين دستور الشرعيه ودستور الانقلاب. هذا وتنتهي في الساعة 9 من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي لكل دولة عمليات تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية. وقالت الخارجية المصرية في بيان إن 94 ألف مواطن بالخارج صوتوا في الاستفتاء على تعديلات الدستور من أصل نحو 700 ألف مقيدين بقوائم الناخبين، أي ما يعادل 15% ممن يحق لهم التصويت في 161 دولة. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أن عدد من أدلوا بأصواتهم منذ التصويت يوم الأربعاء الماضي وحتى الآن بلغ نحو 64 ألف مصري بالخارج، وهو ما يعادل 9% فقط من إجمالي عدد المصريين بالخارج والذين يحق لهم التصويت. أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم قرارا بقانون يقضي بتشديد العقوبات من الحبس إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة على التصويت في الانتخابات والاستفتاء دون وجه حق، وعلى تكرار التصويت وانتحال شخصية آخرين في الاستفتاء. وكان منصور قد دعا جموع الشعب المصري إلى النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها يوم 14 من الشهر الجاري. فلنخرج جميعا بعد غد كما خرجنا في 25 من يناير 2011 وفي 30 من يونيو والثالث من يوليو والسادس 26 من يوليو 2013 لكي نكمل ثورتنا كما أردناها بدستور يكون هو أول انطلاقاتنا نحو دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة وليس آخر محطاتنا فيها. أثارت ما تعرف بمواد الهوية في مسودة الدستور المقرر الاستفتاء عليها الثلاثاء والأربعاء المقبلين أثارت جدلا داخل لجنة 50 لتعديل الدستور وخارجها. واتهمت مسودة التعديلات الجديدة بالتصادم مع الهوية العربية الإسلامية للشعب المصري في أكثر من زاوية. قبل أيام من الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد لا يزال الجدل محتدما بين من يرى الوثيقة الجديدة منصفة لهوية المصريين العربية والإسلامية ومن يراها عصفت بكل ما يمكن أن يحفظ تلك الهوية تشريعيا واجتماعيا وثقافيا. في الشق التشريعي أبقت مسودة 2013 على نص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. كان تفسير المبادئ قد أثار جدلا حادا تولى كبره حزب النور السلفي في الجمعية التأسيسية لدستور 2012، واستقر الحال آنذاك على وضع المادة 219 التي تفسر تلك المبادئ، وعلى النص في المادة الرابعة على أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. أما المسودة الجديدة فقد ألغت دفعة واحدة كلا من مرجعية كبار العلماء والمادة 219 التي اعتبرها حزب النور يوما ما خطا أحمر. وأحالت ديباجة 2013 تفسير مبادئ الشريعة إلى المحكمة الدستورية التي تحصرها في الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهي وفق خبراء لا تتجاوز 5% من أحكام الشريعة. اجتماعيا ساوت المادة 11 من المسودة المطروحة حاليا بين الرجل والمرأة بالمطلق ما عده منتقدوها تصادما مع الشريعة الإسلامية التي تقيد هذه المساواة في شؤون كالميراث والتعدد. أما المادة 80 من التعديلات الجديدة فوصلت بسن الطفولة إلى 18 وفق المعايير الدولية، ما قد يستغل قانونا برأي البعض في حظر الزواج دون هذه السن التي لا تراها بيئات مصرية عديدة سنا صغيرة أصلا.
ثم التزمت المادة 93 دون قيد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، ومعلوم ما ببعض هذه المواثيق من بنود لا تقرها الشريعة الإسلامية ولا نظرة المجتمع المصري لقضايا حساسة كالأسرة وطريقة نشأتها. ألغت مسودة 2013 كذلك المادتين 11 و12 من الدستور المعطل، واللتين نصتا على رعاية الأخلاق وحماية المقومات الحضارية واللغوية للمجتمع والعمل على تعريب العلوم. كما ألغت أيضا المادة 44 التي كانت تحظر الإساءة للرسل والأنبياء، ما تساءل معه البعض عمن كان منزعجا منها. في المقابل كفلت المادة 65 حرية الفكر والرأي دون قيد، وضيقت المادة 67 كثيرا مساءلة أصحاب التجاوزات الإبداعية بحق الثوابت المجتمعية والثقافية إلا فيما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز فقط. في هذه الأثناء قال بيان صادر عن الأزهر إن مشروع دستور المعروض على الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ليس فيه شيء ينال من الشريعة الإسلامية. وحث الأزهر في بيانه الصادر عقب اجتماع لهيئة كبار العلماء حث المصريين على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور. لقد شارك الأزهر في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه، واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقروا شيئاً يخالف دين الله. ولذلك يدعو الأزهر المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء مع الاطمئنان إلى أن الدستور ليس فيه شيء ينال من الشريعة الإسلامية، ويهيب الأزهر بالشعب المصري ألا يلتفت إلى الفتاوى التي تحرم الخروج للاستفتاء أو تبيح الدماء، فإنها فتاوى باطلة شرعا وعقلا. أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية إذا طلب منه الشعب ذلك ونال تفويضا من القوات المسلحة. ونقل عن السيسي قوله في ندوة نظمها الجيش إن المصريين إذا قالوا أمرا فإنه سينفذه، وإنه لن يدير ظهره لمصر أبدا. ويعتبر هذا الإعلان هو الأول من نوعه من ظهور السيسي على المسرح الأحداث في مصر بعد قيادته انقلابا عسكريا ضد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وكان قد أبدى مرارا عدم رغبته بتولي الرئاسة بالتزامن مع تصاعد حملات منظمة تدعوه للترشح طالب بعضها بتوليه المنصب دون انتخابات. أخيراً انكشف السر الذي يعرفه الجميع. كانت كل مصر تعرف أن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب لمصر سيترشح للرئاسة وسيحظى بها على الأرجح، بالرغم من إصراره المستمر إلى الآن على نفي سعيه إلى السلطة، وكأنها تهمة مما يظهره أقرب إلى تمنع الراغبين حتى قالها أخيراً: سأترشح إذا الشعب أراد. وواضح أن الشعب المخاطب يريد، باعتبار أن الجزء المعارض من الشعب إما في السجن أو يتم إسكاته بالقوة. قبل 3 أيام إذن من موعد الاستفتاء على الدستور، تحدث السيسي في ندوة عن علاقة تزداد قوة بين الشعب والجيش الذي حمل أمانة الوطن طيلة التاريخ بحسب قوله، وشن هجوما على خصومه الإسلاميين وتوعدهم بحساب إلهي. في الختام طالبه الحضور بترشيح نفسه للرئاسة، فرد بأنه سيفعل إذا طلب الشعب ذلك. قصة السيسي مع التفويضات الشعبية تعود للحظة ظهوره على مسرح السياسة منذ قيادته الانقلاب العسكري، عندما أطاح بالرئيس المنتخب فعل ذلك باسم الشعب، وعندما قام على الاحتجاجات على ما فعله طلب تفويضا من الشعب، وهو الآن أيضا يطلب تفويضا من الشعب كي يرأسه، بما يحول الرئاسة في مصر إلى منة محمولة على استمارات مبهمة ومظاهرات، ويجعل مصر أقرب إلى العشيرة بآلياتها المنظمة للعلاقة الأبوية بين الزعيم وأبنائه.
بعمر سياسي لا يتجاوز 6 أشهر، تبدو طريق السيسي نحو القصر الرئاسي معبدة، مع إعلان معظم المرشحين مبكرا الانسحاب أمامه، وتعود معه مصر إلى عباءة العسكر بعد تجربة قصيرة مع حكم مدني. يبدو السيسي اليوم محبوبا من شرائح واسعة من المصريين، لكنه يؤسس لظاهرة يراها كثيرون مقلقة، سواء لجهة المسار الذي قاده إلى حيث هو، أو بالاندفاع المسبق للجموع وراء شخص لا وراء رؤية، وهو ما قد يفسر تفضيل بعض مناصريه بأن يبقى بعيدا عن السلطة بعدما ظهر لهم وصور كمخلص. عرضنا الإخباري متواصل، وفيه بعد الفاصل: إحصائيات طبية تؤكد أن العادات الغذائية السيئة وراء إصابة نحو نصف المصريين بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. مصر على أعتاب استفتاء آخر على تعديلات دستورية وسط جدل سياسي وتوتر أمني، حشد رسمي وإعلامي وديني للتصويت بنعم مقابل دعوات معارضي الانقلاب للمقاطعة، تغطية خاصة على شاشة الجزيرة مباشر مصر. أهلا بكم من جديد. أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من مساعديه لجلسات 8 و9 و10 من فبراير المقبل، وذلك لسماع شهادة كل من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية آنذاك، والمهندس عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء محمد الدالي مدير أمن الجيزة الحالي. وفي شهادته حول أحداث جمعة الغضب قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إنه لم يتحقق من طبيعة الإصابات والقتلى بسبب الزحام الهائل، مضيفا أن بعض الشباب قدموا له فوارغ لقطات الرصاص والخرطوش، ولكنه لم يتحقق من دقة هذه المعلومات نظرا لافتقاده الخبرة على حد قوله. انخفضت إيرادات جمارك مطار القاهرة على البضائع والسلع القادمة بصحبة الركاب عام 2013 بواقع 2% مسجلة نحو 7,700,000 دولار. وأرجعت إدارة الجمارك الانخفاض إلى تدهور حركة الركاب والطيران العام الماضي وصدور تحذيرات للسفر إلى مصر من معظم دول العالم. يشتهر المطبخ المصري بأطباق اللحوم الشعبية التي تعد البديل المناسب لكثير من العائلات في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، وبالرغم من الطعم الشهي لهذه الأطباق فإنها تحتوي على نسب كبيرة من الدهون، ما يهدد بالإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول بالدم. هنا في وسط القاهرة تنتشر المطاعم التي تقدم أكلات اللحوم الشعبية، تلك المأكولات التي تجد سوقا رائجة بسبب أسعارها المنخفضة نوعا وسط الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم. فوق اللحوم دي بالنسبة للشعب المصري أرخص، يعني الشعب يقبل عليها لأنها في متناول الجميع، والشعب يقبل عليها وهو مطمئن. وبعدين احنا هنا بنهتم بالزبون وبنهتم ان الزبون يطلع مرضي من مكان. على رأس قائمة هذه المأكولات يأتي الممبار، الطبق الأشهر والذي يعد من أمعاء الماشية بعد حشوها بالأرز. الممبار ده مثلا بيتغسل 3 مرات، يعني المرة الأولانية بنقلبه ويتجرد، وبعد كده بيتعدل تاني يتغسل بره وجوه، بعد كده بنغسله بملح وخل عشان لو زفر أو أي حاجة ينزل إيه الزفرة اللي فيه، وبعد كده بنحط له التوابل بتاعته. طبعا مش ينفع بقول لك على التوابل عشان دي سر المهنة، يعني زي ما حضرتك شايف كده بعد ما بيستوي بيتنشر، واخد بالك، عشان ينشف، وبعد كده بنحمره يطلع للزبون ايه طازه وصفر. ورغم الطعم الشهي لهذه الأطباق لا يمكن أن نغفل خطورة احتوائها على الكثير من الدهون،
وهو ما يهدد بالإصابة بارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول بالدم. الكوليسترول ده مشكلته ان هو بيكون موجود بيترسب على جدار الشرايين والفينز، بس طبعا في الشرايين بنسبة كبيرة، فده بيروح عامل مشكلة. المشكلة دي الاول ان هي بتعمل ارتفاع في ضغط الدم، لما الموضوع بيوصل للارتريز وبالذات الشرايين الرئيسية اللي موجودة في القلب بتروح عاملة اشبه بانجينا، ذبحة صدرية. الابحاث الطبية كشفت عن إصابة المصريين بالذبحات الصدرية وتصلب الشرايين في عمر يقل 10 سنوات عن النسب العالمية، بالإضافة إلى وصول نسبة الإصابة بارتفاع الدهون والكوليسترول بين المصريين إلى أكثر من 19%. بالتأكيد لا يمكننا أن ننصحك بالامتناع عن تناول هذه الأطباق الشهية، وإنما بالانتباه إلى عدم تناول كميات كبيرة منها حفاظا على صحتك. حددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية الزميل محمد بدر مصور الجزيرة مباشر مصر، والذي وجهت له بعد اعتقاله في أحداث رمسيس الأولى تهم حيازة كاميرا وتعطيل المرور وإتلاف ممتلكات وضرب رجال أمن. هذا وتجدد شبكة الجزيرة العالمية دعوتها للسلطات المصرية للإفراج عن الزميلين محمد بدر وعبد الله الشامي مراسل الجزيرة في القاهرة، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتيهما. نشرتنا الإخبارية متواصلة، وفيها بعد الفاصل جولة في أخبار المحافظات المصرية وأبرز ما فيها. بعد قرار الحكومة المؤقتة حظر الجمعيات الأهلية، وقفة احتجاجية للعاملين بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة. لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه، هو نار مش على اهله. الجيش لما نزل الشارع اتكلم على مصر كمان 30 40 سنه. انتوا ما تعرفوش يعني ايه الجيش ينزل الشارع يضرب، ده خطر شديد جدا جدا جدا. نظم عدد من العاملين بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف وقفة احتجاجية أمام مديرية التضامن الاجتماعي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وردد المشاركون هتافات منددة بقرار الحكومة بحظر أنشطة الجمعيات الأهلية وطلبوا بصرف مستحقاتهم المالية. جدير بالذكر أن جمعية الدعوة بها أكثر من 900 موظف لم يتم صرف رواتبهم المتأخرة إلى الآن. ولمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سيد أحد العاملين الجمعية الإسلامية في محافظة بني سويف. يعني سيد، منذ متى لم تحصلوا على رواتبكم حتى الآن؟ حضرتك احنا معانا بعض مرتبات في شهر 11، حتى الآن ما خدوش مرتباتهم، ومرتبات شهر 12 كلها حتى الآن ما صرفتش حتى الآن، بالرغم من هل سامعني؟ معك، تفضل. حضرتك دلوقتي احنا عندنا اكثر من 300 موظف حتى الان ما خدوش مرتباتهم من شهر 12، والحكومه بره الان بتستعد لمرتبات شهر يناير، واغلب العاملين بالجمعيه الدوله الثانيه سواء في المستشفيات او في المستوصف او في المدارس ناس فقراء، يعني ضعيف المستوى المادي، وبالتالي لا يجدوا ما يجدوا ان هم يعني يصرفوا على بيوتهم، اللي عنده ايجار شقه واللي عنده مصاريف حتى الان ما صرفش مرتباتهم حتى الان. وكل ما نروح للساده المسؤولين في هذا الموضوع يقول لنا مش في حاجه اعملها، ده قرار سيادي. طب قرار سيادي تحافظ على اموال الناس ازاي باي شكل من الاشكال واي حاجه من الحقوق؟
طب هل خطبتم اليوم احد المسؤولين يعني مدير مديريه الشؤون الاجتماعيه ببني سويف؟ يا فندم حضرتك احنا بقينا اكثر من 20 يوم دلوقتي بنخاطب خطيبنا المحافظ وخطيبنا الشؤون الاجتماعيه وخطيبنا كل الجهات المعنيه، والمحافظ طلع قرار وقال ان احنا كل الجامعات اللي عندنا قبض مرتباتهم والشيء كلها خلصت في حوار مع قناه الحياه، والحقيقه غير كده خالص، الحقيقه ان احنا حتى الان ما صرفناش مرتبات من الفعل، وعندنا ناس مش لاقيه تدفع ايجار، والنهارده يقطع الكهرباء جاي ياخد فلوس الكهرباء يقول هيفصل الكهرباء على المستشفى، والمستشفى بتشيل اكثر من 5000 مواطن في بني سويف وفي عمليات جراحيه، وعايز يقطع الكهرباء على المستشفى عشان خاطر ما تدفعش فلوس الكهرباء. أشكرك شكرا جزيلا. سيد أحد العاملين بجمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف. يعاني أهالي قرية دفرية في محافظة كفر الشيخ من مشكلة الصرف الصحي بعد الانسدادات المتكررة في مواسير الصرف الصحي وغرق معظم الشوارع والبيوت، وانتقد الأهالي تقاعس المسؤولين بالوحدة المحلية وانشغالهم بعقد مؤتمرات يومية في قرى كفر الشيخ لدعوة المواطنين للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية. مدخلين خفض منسوب مياه بقاله 10 سنين، والخفض المنسوب المياه ضرب وما عادش شغال، ومما أثر يعني على إن المجاري بتضرب كل يوم ومبهدلة البلد، ومفيش حد من المسؤولين بيدور ولا حد بيسأل عنني، والبلد في حالة يعني فيضانات كل يوم من المجاري وملتصانة يعني مبهدلة الدنيا، مش عارفين نقضوا مصالحنا ولا عارفين ايه نمارس حياتنا في الشخصية يعني والكده. احنا كل يوم. وفي محافظة الوادي الجديد تواصلت أزمة نقص الوقود، وامتدت طوابير السيارات من أجل الحصول على السولار في محطات التموين في ظل عجز المسؤولين عن توفير الوقود اللازم، وأثرت الأزمة على السائقين بسبب تعطيلهم عن أعمالهم وأيضا وقفوا في محطات الوقود بالساعات للحصول على حصتهم. مشكلتنا إن الجاز مش متواجد بدري وما فيش، يعني احنا جايين الساعة 4 الفجر من الليل، أهل العربية واقفة ما روحناش بيتنا ولا أي حاجة، مستنين الجاز 12 الظهر وطرق ما جاش الجاز. واقفين على الجاز راد الخبر وأنت شايف بعينيك. يوفروا لنا جهاز عشان نشتغل احنا اجره، مش ناقله تروح وتيجي فاضيه، هي اجره لازم تفاول عشان تشتغل. تعاون بتجيب بعد الظهر. قام ضابط شرطه بالتعدي بالضرب المبرح على مراقب امتحان في كليه التربيه بجامعه قناه السويس فرع الاسماعيليه، وذلك لقيام المراقب بعمل محضر غش لشقيقه الضابط التي تدرس في كليه التربيه، واستدعت الطالبة شقيقها ووالدها الضابط وقام بالتعدي بالضرب على المراقب. قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الزراعيين بالدقهلية، قررت سحب الثقة من الدكتور خالد الحميدي نقيب الزراعيين وتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة، وذلك بعد اعتراضهم على سوء الخدمات وعدم صرف المعاشات منذ عدة أشهر. من جانبه أرجع أحد أعضاء مجلس النقابة سوء الخدمات إلى نقص الموارد المالية التي توفرها النقابة العامة للزراعيين. تبينت آراء مواطني محافظة الأقصر ما بين مؤيد ومعارض في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فالبعض يرى أن هذا الدستور سيحقق آماله، ومنهم من رأى أنه يكرس لدولة العسكر. مش عشان ليه؟ ده مش استفتاء، ده باطل، ده شغل باطل، ده دستور باطل. تمام. أنا أدي لمحمد، صورتي لمحمد مرسي. وأنا حسيت إنه حيصلح البلد وحيعدل البلد وفي خير جاي. أنا 25 سنة 30 سنة في السياحة، 30 سنة في السياحة، ودول قاعد عطلان من غير شغل، ما فيش شغل. شغال في قهوة، شغال في مطعم، شغال على الأرض، ما في حاجة. ما فيش حاجة. أنا محمد موسى حسيت إني أحس بالخير، حسيت إني في عدل. شارك في نعم للدستور يا عم، نعم للدستور. نعم للدستور يا عم. تمام. ليه حتشارك فيه؟ ليه حتشارك فيه؟ إيه؟ ليه حتشارك؟ حشارك نعم. تمام. حنمشي ورا الحق، الناس ما فهماش حاجة أصلاً. بيقولوا كده وبس. بتقول إيه للناس إن هي تنزل وما تنزلش ولا إيه؟ الناس كل واحد حرية شخصية، ما أقدرش أمر حد أنا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طلاب ضد الانقلاب تدعو لمحاصرة قسم ثاني مدينة نصر لحين الإفراج عن طالبات الأزهر المعتقلات.
نشطاء يتداولون مشاهد مروعة لاعتداءات الأمن على طلاب الأزهر خلال مظاهرات اليوم. مظاهرات بعدد من العواصم للتنديد بتعديلات الدستور، ومنصور يشدد عقوبة مكالمة التصويت بالاستفتاء والانتخابات. نهاية نشرة الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. في أمان الله.